هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى حافظ، ميك اب ارتست وفيديو بلوجر، في حلقه جديده من حلقات برنامج ميك اب. النهارده عملت لكم لوك خفيف وبسيط نقدر نعمله كل يوم الصبح. لو عايزين تعرفوا انا عملته ازاي تابعوني. هبدا دلوقتي ببرايمر من بنفيت اسمه بروفيشنال. احط دلوقتي البرايمر على المنطقه دي، منطقه التي زون. البرايمر مهم جدا عشان بيعمل طبقه عازله بين كريم الاساس وبين البشره، فبتحمي لك بشرتك وبتثبت الميك اب اطول وقت ممكن. هستخدم دلوقتي كريم الاساس ده من لوريال، من انفينابل، درجه 260. هوزع كريم الاساس على وشي وبيوتي بلندر هنطبطب عليه. هثبت دلوقتي كريم الاساس بلوس باودر من بناي بنانا باودر. هاخد طبقه خفيفه بالفرشه وطبطب على وشي. مهمه اللوس باودر ان هو يثبت لي كريم الاساس عشان يقدر يقعد معايا فتره اطول. هرسم دلوقتي حواجب وايشادو، حواجب من ارديل زي ما شفنا قبل كده بتترسم ازاي. هسرح حواجبي بمسكارة بورجوا الزيتي. للرموش اللي فوق هستخدم الماسكارا دي من ميبلين. للرموش اللي تحت هستخدم الماسكارا دي من ميبلين برضه. الفرق بين الماسكارتين، الماسكارا الاولانيه فرشتها شعرها طويل فتنفع للرموش اللي فوق، اما الثانيه شعرها قصير فتنفع للرموش اللي تحت. هستخدم البرونزر ده من ذا بادي شوب، هحدد بيه اماكن الكونتور. استخدمت برونزر مش كونتور باودر عشان يكون اخف ونقدر ننزل بيه السطح. دلوقتي هحط بلاشر من تارت اللون البينك. بنحط البلاشر في الجزء ده. هحط دلوقتي ليبستيك فيلفت من بورجوا رقم 11. هحط دلوقتي هايلايتر من باليت ارديل بتاعت الحواجب، بيكون خفيف وينفع نستخدمه الصبح. واخيرا يا رب يكون اللوك النهائي عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش الشير واللايك وسيف الفيديو. اي استفسار او مقترح سيبوه في الكومنت وانا هتابع ورد عليكم على طول.